أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حواراتي. أنا أبدأ حواري هذا بهذا الشكل، متمنيا طبعا الحظ السعيد والنتيجة المهمة لواحدة من مبدعاتنا العربيات، كوثر بن هنية، المخرجة التونسية المتميزة التي بلغت مرحلة جيدة في السعي إلى البساط الأحمر في هوليوود خلال الأسابيع المقبلة. من يشتغلون في عالم الفن دائما يقولون خلونا لا نتوقع الإيجابي ولا نتوقع الفوز، لأنه ممكن أن يأتي بالحظ الباطل. ما نحن نتمنى أن تصل كوثر بن هنية كممثلة مهمة للسينما العربية. بدأت رحلتها مع زملاء آخرين، أشير إلى أمجد أبو العلاء وفيلمه ستموت في العشرين، وتم الاختيار، وقع الاختيار على فيلم كوثر الرجل الذي باع ظهره، والفيلم يحقق نتائج جيدة. لهذا نتمنى كل نجاح لكوثر. لكن خلينا نبدأ كوثر، أولا شنو أحوالك؟ لبس الحمد لله، لبس، كل شكرا، ماشي ماشي، شكرا على الاستضافة. أهلا بك، أنا سعيد. طبعا إحنا التقينا قبل 3 سنين في مدينة مالمو خلال مهرجان مالمو للسينما العربية، وبعدين راح نشوف شيء أنا محتفظ به كمفاجأة إليك. بس خلينا نتكلم عن ما يجري الآن بخصوص الفيلم. أين وصل مسار الفيلم؟ ما هي تكهنات التوقعات؟ أعرف أنه في مكالمات هاتفية وشغلات بينك وبين الفريق كله، فأحكي لنا شوية، لا تكشف لنا كل الأسرار، بعض الأسرار. هو في الحقيقة يعني ما فيش أسرار تتكشف، لكن احنا تفاجئنا بأن في القائمة القصيرة للأوسكار، القائمة المختصرة، وصل للفيلم، واللي فهمته اللي المصوتين من الأكاديمية اللي هما قرابة 10,000 مصوت، فعددهم كبير وكبير للغاية، أعضاء الأكاديمية اللي كلهم يشتغلوا في مجال السينما، اللي عدد كبير منهم موجود في أمريكا، لكن في عدد موجود في أوروبا كذلك، وفي إفريقيا، آسيا، في كل القارات. فمن الواضح أنه اكتشفوا الفيلم، بما أن احنا في فترة بسبب جائحة الكوفيد كل شيء مسكر، فقاعات السينما مسكرة، ما فيش الحفلات اللي عملوها كل سنة في هوليود، ففي نوع من التساوي بين حظوظ الأفلام، لأنه الناس كل تتفرج على الأفلام في نفس الوضعية على شاشة الحاسوب، اللي هي مش أحسن طريقة أنه الواحد يشوف شاهد بها فيلم. لكن يبدو أنه في العملية هذه المصوتين اكتشفوا فيلمي وكلموا بعضهم، وكان في يعني نوع من الحديث بيناتهم، فوجدنا أنفسنا في القائمة القصيرة، وبما أنه ردود الفعل ممتازة جدا بالنسبة للفيلم، ولينا نحلم أن نكون من الخمسة. القائمة القصيرة فيها 15 فيلم في منتصف الشهر هذا، باش يختاروا 5 أفلام، فولينا نحلموا، صرنا نحلموا إن نكونوا في الـ5 أفلام، وتكون تونس لأول مرة يعني تقع تسميتها للجائزة الأوسكار. احنا نحلم معك طبعا، بس بكل الأحوال ما حققه الفيلم حتى هذه اللحظة هو جيد ومهم، ويؤكد أيضا تميز شغلك أنت كوثر. خليني أشوفك هذا المقطع من حوار سابق جرى معنا، حتى أقول لك أنا كنت شاهد على ميلاد هذا الفيلم الآن المتنافس على الأوسكار، دون طبعا أن يكون عندي أي فضل به، لكن أنت كشفتي في لحظتها أنك تفكرين بعملية، خليني أسميكم مثل ما يسموه بالإنجليزي تويست، بالموضوعات التي تتناولينها، رغم أن الموضوع استمر على قضية الهوية والانتماء و لكن في تغيير صغير حصل. لنستمع إلى ما قلتي لي قبل 3 سنين. والله هو يمكن أنا مفكرتش في الحكاية بطريقة يعني متعمدة،
ان الافلام الكل تكون شخصيتها الرئيسيه مرأة او حول المرأة، يمكن لانه لما تبدا تعمل تقوم في افلام تعمل في افلام تمشي لاقرب حاجه ليك، الحاجه اللي تعرفها. والحاجة اللي نعرفها أنا امرأة، فأكيد شخصياتي من الأول باش تكون قريبة ليا، فإن شاء الله نطور ونعمل فيلم على الرجال بشخصية رئيسية رجالية. علاش ما تعمل استمر تعمل شخصياتك النسائية؟ أهلا بكم من جديد كوثر، بالتأكيد تذكرين هذا الحوار، هذا الحوار كان بيني وبينك في مهرجان مالمو للسينما العربية قبل 3 سنين، وأنت في وقتها كنت مع فيلم على كف عفريت، وكان أيضا الفيلم يحقق نجاحات. لماذا أتتك هذه الضرورة أن تغيري، خلينا نسميه بين قوسين، بطل الفيلم وتتحدثي عن رجل أو عن إنسان بشكل عام، لكن عبر قصة حكاية رجل أو مأساة رجل، ورحتي بحثتي عن الرجل ليس في تونس، تونس مليئة بالآلاف المهاجرين خرجوا من تونس، لكنك ذهبت إلى أبعد منطقة من العالم العربي بالنسبة إليك جغرافيا، واخترتي شخصية من سوريا، لماذا؟ أنت في البداية قلت كلمة مهمة هي الضرورة، وهو بالفعل معناه أنا الأفلام اللي نعملهم كضرورة، لأنه في مرحلة ما لما وأنا وقت اللي كنت نتحدث معك كنت معناه كان السيناريو الرجل الذي باع ظهره موجود ومكتوب في ذهني، فكنت عارفة أني باش نروح المكان مختلف. ضرورة علاش؟ لأنه تقريبا يعني فما عملية تصير اللي ما نختارش فيها شنو موضوع الفيلم وإلا البطل متاع الفيلم الجاي، كانوا تقريبا هو يختارني طريقة يمكن تظهر مجنونة شيئا ما، لكن فما فكرة تختمر في ذهنك لفترة معينة، والفكرة هذه كانت موجودة من قبل حتى ما نعمل على كف عفريت، في مرحلة ما تختمر فتصير كائن حي في حد ذاته هو اللي يقترح عليك، ويصير في حوار بيني وبين القصة اللي في ذهني ومن بعد نكتبها. ففي المرحلة هذه كنت كتبت معناه سيناريو الرجل الذي باع ظهره، ذيك علاش معناه أنا تقريبا يعني يسألوني دائما ليش أفلامك مختلفة، كل فيلم مختلف تماما، لأنه لما تعمل فيلم ويكون نجح نوعا ما ننتظرك أنك تعمل حاجة تشبه له على الأقل وإلا في نفس المكان، لكن أنا معناه في طريقة العمل متاعي ما نشتغلش باستراتيجيا يمكن، ولا اني نفكر بطريقه عقلانيه، يعني هي اكثر منها قصه حب اكثر منه تفكير في فيلم، فتجيك فكره وتسكنك تقريبا، مش تسخر مني يمكن اللي نحكي فيها نوعا ما مجنون، لكن هذه العمليه تقريبا كيفاش تصير بعدين، يعني بعد اللي نكتب النسخه الاولى من السيناريو اللي هي عموما تكون نسخه مليئه بالاخطاء لكنها نسخه مليئه كذلك بالمشاعر الجياشه والفوضى، الفوضى العامه، بعد نبدل القناع بتاع الجنون والفوضى والكل ونلبس قناع المهندس يعني نوعا ما، لانه انك تكتب سيناريو والحبكه والخرافه والقصه وكلها نوعا ما فيها هندسه، كل هندسه مثل الهندسه المعماريه وكل، فناخذ الماده الاوليه هذيك اللي هي تقريبا النسخه الاولى بتاع السيناريو اللي ما نقسمها مع حد لانه فيها فوضى عارمه وكبيره، وننظر لها بعين المهندس اللي ينظمها ويرتبها ويرتب غرفها الداخليه، وبعد نكمل العمليه هذه نلبس الشخصيه الثالثه اللي هي شخصية الناقد ولا الحكم ولا الجمهور القاسي في حكمه، وننظر اللي كتبته بعين ناقدة ونحاول أني نحسن فيه كي يكون معناه في انتظارات الجمهور، فتقريبا هذه العملية اللي نشتغل عليها واللي هي عملية معناه ما تخلينيش، لأنه البداية متاعها فيها حالة من الفوضى والمشاعر الجياشة اللي ما تخلينيش نقرر شنو هو الفيلم اللي نحب نعمله،
تقريبا يعني الفيلم يتكون بطريقة خلينا نقول غريبة يعني نوعا ما، ولكن يعني تقريبا في اللاوعي متاعي طريقة لا واعية. أنت قلتي أنه أنا أكتب على أوراق وأكتب بشكل فوضوي خلاق، لكن بعدين أنظم. مع هذا، رغم التنظيم، رغم العمل الهندسي اللي تعمليه والعمل البنائي زي الأسطى مثل ما يقولون بالعراق، الأسطى البنائين اللي يشيد البناء عمليا، هناك مساحة كبيرة بالنسبة لك عندك للتلقائية أو لما يحدث في اللحظة، بالعلاقة مع المكان، بالعلاقة مع الطقس، بالعلاقة مع هيومر تاع الممثل، وأنت هيومر بتاعك كيف تتعاملين، وممكن أن تغيري دائما. هل ما زلت تواصلين هذا الأمر أيضا، أم أنه مع تقادم التجربة بدأت تكونين أكثر هندسة؟ فما حاجتي يعني انا لاني جايه من الوثائقي، فمتعوده بالتلقائيه نتاع اللحظه وكيفاش تتاقلم مع اللحظه. لكن حتى في الوثائقي اللي هو يظهر تلقائي دائما في تحضير. يعني انا ما نسمحش لنفسي اني نمشي ونصور وانا مانيش عارفه تقريبا شو منتظره ومرتبه كل شيء وكيف راح نصور المكان اللي نصور فيه. هذا جانب من الهندسة اللي هو لازم لاستقبال التلقائية وإعادة النظر في اللحظة وقتها لما يصير حادث، وإلى كيف تستعمله في القصة وإلى في الفيلم. فهذا ما ينفيش. هذا أنا بالنسبة لي الهندسة مهمة، لأنه العمل أنك تعمل فيلم عملية صعبة، عملية مكلفة، عملية فيها فريق، في ناس معك، فلازمها هندسة في كل الحالات. وكذلك لأنها عملية معقدة فيها عدد كبير من الأشياء اللي ما تنتظرهاش اللي تحدث، مثل الحادث المفاجئ اللي يمكن يغير لك الخطة اللي جبتها قبل التصوير. معناه أنا كنت نواجه كثير في الوثائقي، لأن الوثائقي هو المكان الممتاز لمثل هذه الحوادث. في الروائي كذلك موجود لكن أقل، لكن أنا نحب كثير الحوادث لأنها تحطني في مواجهة مع نفسي، وكأنك تصير تعمل في ماراثون، معناها في حالة أخرى. فلازمك تاخذ القرار بسرعة وتاخذ القرار الصائب، مرات تغلط، لكن الحالة هذه يعني من الستريس علمتني اللي تعلمتها في الوثائق، علمتني كيفاش في التصوير الأفلام الروائية اللي هي أكثر هندسة، لأنها أغلى، لأنها كذبة في الأساس. رواية احنا نصنع في شيء معناها ماهوش حقيقي، مثل لما تصور شخصية حقيقية والأفلام الروائية، كيفاش تستعمل الحوادث هذه، تستعملها للفيلم يكون أحسن وتحل المشكلة اللي عندك وقتها. كوثر، أنت بالأفلام السابقة كلها مثل ما قلنا تحدثتي عن المرأة وعن النساء بشكل عام، وعن حضور المرأة في مراحل متعددة عمرياً واجتماعياً وكل الأمور. الآن وسعت الدائرة عندما انتقلت للحديث عن هذا الشخص، عن هذا الشاب وممثل رائع طبعاً يحيى مهيني، ويستحق الجائزة التي فاز بها بمهرجان فينيسيا كأفضل ممثل في مسابقة أوريزونتي. أنت بدأت تتحدثين عن ما يسمى بالهوية، الهوية التي تتحرك بشكل حر. أنا دائما أعتقد أنه الفنون لا تحتاج إلى تأشيرة أو إلى فيزا. أنت حولت هذه الفيزا إلى 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 عمل فني أولا، وبهذا تمكنت هذه الفيزا من السفر، من الانتقال دون أن يكون هناك ما يعيقها، لكن في نفس الوقت تمثل هذه الهوية الجديدة أو البطاقة الجديدة التي منحت لهذه الشخصية، تمثل سبب أزمتها. يعني الانتقال من المكان الأصلي إلى مكان آخر إذا كان إجباراً بالتأكيد يدخل الإنسان في حالة من الأزمة. إذا كان طوعاً أنا مقرر أروح سياحة، أروح دراسة، أروح
أقيم في بلد آخر، لكن عندما أضطر على الهجرة من بلدي من مكاني وبظروف قاسية ومأساوية مثل ما يحصل للبطل، الهوية الجديدة، الفضاء الجديد الذي انفتح أمام هذه الشخصية أدخلها في أزمة جديدة، وهي أزمة من أنا، من أكون، أليس كذلك؟ أي هو صحيح اللي تحكي فيه الكل، وهو معناه بالنسبة لي حاجة تجدها في الأساطير القديمة، يعني في الأساطير القديمة في جلجامش ولا في حتى أساطير الإغريق دائما عندك بطل يخرج من موطنه ويسافر، وفي التغير هذا في الوضعية بتاعه الهوية بتاعه تتغير. أنا بالنسبة لي يعني السفر جزء كبير من تغيير هويتنا، لأنه الناس اللي تظل في نفس الحي حياتها الكل ما هيش مهددة في الهوية بتاعها، تعيش بنفس القيم وبنفس الموضوع، يعني تنجم تعيش حياتها الكل في نفس المكان، لكن لما تسافر للمغامرة الكبرى وتسافر مضطر كذلك اللي هي أقسى وأصعب، فالحالة تكون يعني مشوقة أكثر وملحمية، في جانب من الملحمية، فالجانب هذا الملحمي هو اللي خليني أنا نحب بدرجة كبيرة الأساطير المؤسسة والأساطير القديمة، هو اللي خليني نخرب من الخرافة هذه، الحكاية هذه اللي هي حكاية معاصرة تصير في زماننا هذا، لكن بروح أسطورية تقريبا. أنت تحدثت عن جلجامش، عن الأسطورة، عن الأساطير الإغريقية، لكن هناك بالتأكيد أيضا ما هو معاصر قريب، يعني حديث، خليني أقول عندك فاوست لجوتا، بالتأكيد هناك حضور لقراءة فاوست، للعلاقة ما بين الفن والفنان، البيغماليون نفس الشغلة، أوسفالدو دراغون كتب الرجل الذي صار كلبا مسرحية قصيرة، كل هذه بالتأكيد كانت ضمن القراءات تاعتك، كم رفضت المشروع هذه القراءات؟ يعني هو لما تقرأ جوت ولا يعني ما تفكرش انك راح تستعمله، لكن الأمور تتشابك مع بعضها لما تكون تشتغل على حاجة معينة، فكأنه عندك لما تكون تقرأ وعندك فضول وحب اطلاع على العالم المحيط بك، على الكتاب المهمين، على الأعمال الفنية المهمة، لما تكون تشتغل الأشياء دي تغذيك، كأنه عندك مخزن فيها ثروة اللي هي ثروة غير مادية مش موجودة، ولكن في العمل متاعك يتغذى بالأشياء هذية. وأكيد فوست يعني هي أسطورة قديمة وكتبها جوت، وهي أسطورة يعني مهم لما قريتها، مثل الأساطير الكل تحس اللي هي تحكي على حاجة قديمة معاصرة في نفس الوقت، ما تموتش يعني، لأنها تابعة كأنها جزء من اللاوعي البشري الإنساني اللي هو مشترك ما بين البشر الكل. فلما بديت نكتب في الفيلم هذا في مرحلة ما فوست ما كنتش أفكر فيه، يعني ما كانش موجود، لكن لما تطورت القصة وليت دخل مهندس يهندس، ذكرت اللي العملية هذه المقايضة اللي تصير بين الفنان واللاجئ السوري فيها جانب من الأسطورة متاع فوست، وقتها دخلت الروح متاع جوت في العملية. سؤال، تأشيرة شنغن مزيفة بشكل دقيق، يعني مصاغة بشكل صحيح ولا لا؟ لا، هو لأنه أولاً تأشيرة شنغن شكلها يعني بالطول والظهر شكلها بالعرض والظهر بالطول، فأكيد احنا استوحينا الألوان والأشكال من التأشيرة اللي أنا دائما لما يكون في باسبوري تأشيرة جديدة ننظر لها بدقة، وكيف يعني نتصور الناس اللي هندسوا التأشيرة، الأوراق النقدية نفس الشيء، لأنها تعبر على هوية، تعبر لأنها صنع إنساني بشري يعني، فاستوحينا الألوان والأشكال من فيز شنغن، لكن غيرنا في عدة أشياء في التركيبة متاع الفيزا. بالعادة هناك مزيفي اللوحات المشهورة
وحتى يقولوا للمشاهد او للناقد او للمقتني انه هاي لوحه مو الاصليه، هذا مش موناليزا، هاي تقليد لموناليزا، يحطوا دائما شغله صغيره بالخلفيه او كظل او اي شيء حتى يقولوا هذا توقيعي، هذا توقيع المزيف. كوثر، هناك شخصيات مهمه في حياتك، سواء ابطالك كانوا مهمين في حياتك، يعني قصة زينب تكره الثلج بشكل أو بآخر لها علاقة فيك أنت، لكن في المجال المهني هناك على الأقل على حدود علمي شخصيتين مهمتين أسهموا ويسهمون في مرافقتك، يعني واحد اسمه حبيب عطية والأخرى اسمها درة بوشوشة. طبعا هناك بالتأكيد مثل ما يقول الإيطالي نون تشا دوا سنسا تري، يعني لا هنا ليس هناك اثنين دون أن يكون هناك ثالثهما. أنت راح تقولي لي مين الثالث أو الرابع أو الخامس، بس كم هي أهمية أن أنت تكوني مسنودة بشخصيات أولا تحبك، ثانيا تحب عملك، وتؤمن أيضا بقدرتك على إنجاز الجميل والمتميز دائما. هو السينما عمل مشترك، يعني أنا مش مثل كاتب ولا رسام يرسم في الاتيليه متاعه، كاتب يكتب في المكتب متاعه. يعني في حياتك ما سمعت أنه اكتشفوا مخرج مهم بعد ما ماتوا، لأنه اكتشفوا فيلم خبي في، يعني الحاجة هذه موجودة موجودة عند الكتاب، عند الرسامين، لكن المخرجين، لأن المخرجين يحتاجوا لفريق كبير، فهي عملية يعني إنك تختار الناس اللي تشتغل معاهم. يعني أنا إنسانة ما نحبش نشتغل مع الناس اللي عندها أنا طاغي ولا عندها حالة متاع، يعني في عدد كبير من الناس اللي ما نجمش، ما بإمكانيش إني نشتغل معاهم. فلما نختار الناس اللي نشتغل معاهم نحب نشتغل معاهم بكل هدوء، ويكونوا سند بالفعل، ويكونوا شركاء في العمل. فحبيب عطية اللي هو المنتج التونسي لأفلامي، نديم شيخروحة اللي هو المنتج الفرنسي لأفلامي، لأنه عموما أفلامي إنتاج مشترك تونسي فرنسي، درة بوشوشة أنا ما اشتغلتش معاها، لكن درة بوشوشة هي مثال للنساء العربية الكل، لأنها امرأة ناجحة وأنجت أفلام مهمة. ويعني درة بوشوشة لما أنجت رجاء عماري أنا مازلت طالبة، ولما شفتهم الاثنين مشيت العرض، مازلت ما فكرتش حتى نعمل سينما. شفت رجاء مع درة، حسيت إحساس اللي أنا في إمكاني إني نعمل أفلام كذلك، لأنه هناك نساء مخرجات، نساء منتجات، فأعطوني فتحوا لي الباب هذا. فيعني أكيد يعني مهم، هو يعني مشوار الحياة دائما لقاء مع ناس نشتغلوا معاهم، ناس يواصلوا معانا الطريق وإلا لا. والسينما كما قلت لك عمل جماعي، فبالضرورة العملية تكون بالطريقة هذه. السينما عمل جماعي، لكن هناك قائد، دائما هناك قائد وهو المخرج في موقع العمل، هو المخرج هو الكابتن أو القبطان السفينة، وإلا السفينة تغرق إذا تعددت قباطنتها. هناك مخرجين يهيبون من يشتغل معهم، هناك مخرجون يخيفون من يشتغل معهم، وهناك مخرجون، وأنت تنتمين إلى هذا الجزء، من يتمكنون من جعل الآخرين أن ينجزوا أصعب الأمور بالابتسامة. كم تفيد ابتسامتك أثناء العمل؟ أنت صحيح المهندسة أثناء العمل، لكن أنا أتوقع، أنا ما شفتك أثناء العمل، لكن أتوقع أنه الابتسامة لا تغادرك حتى في أصعب الأمور، لأنه تعتبرين مفتاح الدخول إلى دواخل الناس، ولهذا تحصلين عليهم على أكبر كم من الطاقة والإبداع. هو أنا عموما مش ما قلت لك، معناها لما نشتغل مع تقنيين، لما نشتغل مع مهندس الصوت، مع مدير التصوير، مع المنتج، مع ممثلين، والكل نحاول نشتغل مع ناس نتفاهم معاهم. وأنا بما إنه شغلي هو الروح البشرية، شغلي هو العمل الفني اللي هو بناء الشخصيات وكل فن، معناها يعني عندي حدس بالنسبة للناس،
ذيك علاش عموما قبل ما نبدا نشتغل نعمل كاستينج مش للممثلين فقط ولكن للتقنيين كذلك، نقابلهم نتحدث معاهم نسالهم اسئله، دائما حديث يكون يعني حديث كاجوال يعني عادي، ما لكن نفهم مباشره هل الانسان هذا الطاقه نتاعو تناسب الطاقه نتاعي والا لا. المخرج يعني تقريبا مثل ما تقول هو مدير الاوركسترا وكلهم عازفين حاولوا تقنيين ممثلين كل واحد عنده النوتة متاعه. فأنا حلمي يعني لما نقابل تقنيين وممثلين إنه الفكرة بما أنك كمخرج تفكر في جميع أجزاء العمل، تفكر في الصوت، تفكر في الصورة، تفكر في أداء الممثلين، تفكر في الديكور، تفكر في الملابس، لما تعطي جزء من كل الأشياء هذية التقني والممثل، حلمي دائما انه الانسان اللي باش ياخذ الجزء هذاك من العمل يرجع لي الفكره اللي انا تصورتها باحسن منها، يعني يحط من ذاته ويحط من افكاره ويحسنها. فهذا حلمي، واشتغلت مع ناس يعملوا هيك وناس يعملوا المطلوب اللي هو دائما مش مطلوب، هو مطلوب أكثر ولكن يعملوا المطلوب، وفي ناس يعملوا أقل من المطلوب لازمهم دفع شوية. فبشوية بشوية تعرف كيف تختار الناس اللي تشتغل معه. كيف تتم عملية اختيار الممثلين؟ أنت واحدة من مواصفات عملك أنه الممثلة والممثلة الذين اشتغلوا معك بصرف النظر عن أعمارهم أو عن تجاربهم هم حاضرين يعني موجودين بشكل واضح، ويبدو في بعض الأحيان أن العمل كتب عليهم أو تم اختيار الموضوع بالتفكير عليهم. كم كان مهم اختيارك للممثل يحيى مهيني، وكم يؤثر الشغل مع الممثل عندك على طبيعة العمل؟ هو أنا عموماً ما لحد هلا ما كتبتش، لما نكون نكتب ما كتبتش دور الممثل معين، واللي هي حاجة ممكن نعملها في المستقبل، لكن لحد هلا دائما يعني حتى في السيناريو وفي وصف الشخصيات ما نصفهمش جسديا، دائما نصف الطاقة متاعهم فقط في السيناريو. يعني نحب نخلي الأبواب الكل مفتوحة، تكون عندي فكرة مش على جسم الممثل ولكن على حاجة وراء مظهره وجسمه اللي هي طاقته اللي هي القدرة متاعه على أنه يصير مثل الشخصية. فبعدين لما ندخل في الكاستينج نصير نبحث على الشخص المناسب لهذا الشيء المكتوب على الورق اللي هو مازال نظري. كذلك هي عملية تحدث، يعني أنا لما نعمل كاستينج نقابل عادة ممثلين رهيبين مرعبين لكن ما نختارهمش، نقابلهم معناه نقول أكيد رح يكونوا مهمين لكن في أفلام أخرى. ولما نقابل الشخص المناسب بالنسبة للدور اللي تصورته ثم عملية تصير كأنه الشخصية اللي كتبتها قابلت الجسد والروح اللي باش تلتحم بها. والعملية هذية أنا معناها نحبها بدرجة كبيرة، ونحب الممثلين لأنه يعني شغلهم يعني رهيب. لما نفكر في الموضوع هما مثل ما نرجع للصورة متاع عازف الأوركسترا، كل موسيقي عنده آلة، مهندس الصوت عنده الميكرو، عنده كل واحد عنده آلة، الممثلين الآلة متاعهم أحاسيسهم وجسدهم، يعني هما العازف والآلة في نفس الوقت، اللي هي عملية يعني جميلة جدا وعميقة عميقة جدا. فأنا نحب الممثلين على القدرة متاعهم إنهم يكشفوا ذواتهم بشجاعة كبيرة والثقة اللي ممكن يعطيوها في مخرج ويسلموه أنفسهم بالطريقة هذه لتشكيل الحكاية الكل. بمعنى أنت تميتي الفيلم هو عبارة عن لقاء مع حبيب، هو اللقاء اللي واحد ما ينتظره ممكن أن يحصل في أي مكان في أي لحظة. الآن اكشفي لي مين الحبيب القادم. يعني أنا عندي عدة مشاريع يعني في مختلف
متقدمة بطرق مختلفة، لكن عما قريب باش نرجع للحب الأول اللي هو الوثائقي. باش تصور وثائقي ممكن الصيف القادم، باش تصور فيلم وثائقي، وعندي كذلك فيلم روائي بصد البحث على التمويل. فهذوما المشاريع اللي ممكن يتعاملوا في السنتين الجايين. كوثر، أشكرك شكر جزيل على هذا الوقت اللي خصصتيه، وفعلا أتمنى من كل قلبي، ومعي كثيرين، يعني مش عايز أقول ملايين، لكن كثيرين يتمنون أن يحقق فيلمك، فيلم الرجل الذي باع ظهره، مساره بشكل كامل إلى نهاية المطاف في الأوسكار. شكرا جزيلا لك على حضورك معي، ونلتقي. شكرا عرفان، نلتقي. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على الوقت الذي خصصتموه معنا لمرافقتي لقضاء نصف ساعة أو أكثر بقليل مع فنانة عربية متميزة، هي كوثر بن هنية المخرجة التونسية التي أنجزت فيلمها الأخير، وهذا الفيلم في طريقه إلى الأوسكار، ونتمنى لها النجاح والموفقية. إلى أن ألتقيكم مرة أخرى ومع حوار آخر، لكم مني آلاف التحايا وملايين الأمانة.